بيكم. احنا امبارح عملنا فيديو كوميدي، هو طلع كده الحقيقه لوحده، ما كانش فيديو، هو كان كنا مجرب تسجيل الصوت على المايك وطلع كده. النهارده هنعمل فيديو تاني، ما نعرفش هيمشي كوميدي ولا مش هيمشي كوميدي الحقيقه. معانا برضو الدكتور عمار احنا اخصائي. بنصور يا جماعه، وبعدين بقى زي ما تيجي تيجي بقى، في يعني معلوم لدبل. ما زي ما تيجي تيجي. ايوه اهلا بكم مع دكتور هشام الهواري، ان شاء الله فيديو سعيد. دكتور هشام اهو، دكتور هشام في الصور فين؟ احنا الحقيقه عايزين نعمل حاجه جد، بس مش عارفين في نهار رمضان بتطلع حاجه هلس يعني. خليني اسال الدكتور عمار سؤال وجيه. هي احنا دكتور عمار هو بيشتغل علاج جذور هنا في العياده معانا، وبيشتغل التركيبات. من فتره ابتدينا نفكر اننا عايزين نطور ادائنا في علاج الجذور، فالدكتور عمار كان بيزن على انه عايز يشتري مايكروسكوب، فاحنا فعليا اشترينا مايكروسكوب وربنا كريم يعني. اللي انا عايز اساله الحقيقه للدكتور عمار، الميكروسكوب فرق معاك في ايه في ادائك؟ يعني هو فرق معاك في العياده ولا لا، ولا احنا جبناه كده سفلقت فلوس وخلاص؟ طبعا نحب نشكر دكتور هشام الهواري على الميكروسكوب. طبعا اول ما قلت له ان انا عايز ميكروسكوب راح جاوب بعديه بيوم. طبعا شكر جدا ليه. الميكروسكوب فرق في حاجات كتير جدا. اول حاجه فرق فيها السرعه، تاني حاجه زي ما دكتور هشام بيقول اهم حاجه في الشغله نفسها ان انت تكون شايف، وحاجه حلوه انك تكون شايف. فالسرعه مع انك تكون شايف بماجنيفيكيشن عالي وفي نفس الوقت شايف كل الديتيلز اللي موجوده، بتخلي الافشنسي بتاعك اعلى، بتخلي الافشنسي بتاعك اعلى في الشغل نفسه. ده غير كمان ان في يعني حالات ادفانس جدا ما كناش بنقدر الاول صراحه ان نعالجها من غير الميكروسكوب، او كنا بنعمل لها ريفير. دلوقتي بقينا نقدر الحمد لله بالميكروسكوب، وكل برضه الاكويبمنتس الجديده اللي عندنا ان احنا نعمل نطلع بقى فايلات مكسوره، نعمل ريتريفر. انا بحاول اتكلم بالعربي لان في ناس كتير جدا ما عندنا بيشنتس، يعني نعرف نعمل ريتريفر، نعرف نعمل باي باس، نعرف ان احنا نطور ادائنا بحيث ان احنا نكون دايما دايما الكلاينت اللي عندنا او العيان اللي عندنا بياخد احسن خدمه موجوده. فالميكروسكوب طبعا فرق مش بس في علاج جذور بصراحه، يعني الميكروسكوب فرق معايا اكتر في ريدكشن. التفاصيل نفسها بتاعت البرودكشن، بتاعت الفينش لاين، الحاجات دي بقيت تشوفها احسن. حتى الميديكيشن مش عالي فيها قوي، بس الديتيلز نفسها بتخلي الريسبشن بتاعنا احسن بعدين. وانا دايما اقول ان انت تشوف اول طريقه انك تعالج. فاعتقد انه اهم حاجه في شغلتنا اننا نشوف كويس. فالميكروسكوب يعني انا ما اشتغلتش عليه خالص الحقيقه من ساعه ما جبناه، انما اللي اقدر اقوله ان كل ما كانت الماجنيفيكيشن كبيره، كل ما كان انا رؤيتي بتختلف، وبالتالي الديسيجن بتاعي بيختلف. علشان ندي سيرفيس احسن للجمله اللي قالها الدكتور عمار الحقيقه للكلاينت بتاعي. هو فعليا انا من انصار فكره انه 99% من اللي بيجي يتعالج في عياده الاسنان هو كلاينت او كاستمر اكتر منه بيشنت يعني. فاحنا محتاجين اننا نبقى بندي لهذا الكلاينت الماكسيمم سيرفيس الممكنه. طب هل حضرتك بتستعمل الميكروسكوب في الديلي كيسز؟ يعني كل حالات الاندو بتعمل فيها تستعمل فيها الميكروسكوب؟ كل حالات الاوبرتيف مثلا بتستعمل فيها الميكروسكوب؟ انا صراحه احب افضل يعني ان انا اشتغل في كل الكيسز بصراحه، حتى الحالات الاوبرتيف انا بحب جدا اشتغل بالميكروسكوب في حالات الاوبرتيف. بيخليني برضو اشوف ديتيلز اعلى بكتير. بتشوف الدنتينا تيبيولز نفسها بقى. بسيب كل تيبيولا لوحدها. بشوف بصراحه نقدر نشوف حاجات كتير جدا ما كناش بنقدر نشوفها قبل كده. نقدر نشوف الاندر مايند دنتين والانامل، نعرف نحط الكومبوزيت في مكانه الصح من غير ما نسيب اكسس كتير من الكومبوزيت. بنعرف نعمل بوندنج كويس. طبعا يعني اي حد عايز يشتغل كومبوزيت عارف الكلام ده، ان هو انت محتاج على الاقل ماجنيفيكيشن لحد 8x، يعني تكبر السنه 8 مرات عشان لا يا دكتور عمار معلش ثانيه معانا بس عشان ما نبقاش بنقول كلام عنيف، سامحني يا دكتور عمار. هو الماجنيفيكيشن مهم في شغلنا، ديفينتلي مهم في شغلنا، ولازم تبقى عارف انه الماجنيفيكيشن معناه اني بشوف الحاجه اوضح، وبالتالي اقدر اتعامل احسن.
علشان اعمل ماجنيفيكيشن كويس احنا كدكاتره محتاجين ماجنيفيكيشن. يعني لما تيجي تقول لي انا هتعامل مع حالات طب اسنان بدون ماجنيفيكيشن يبقى احنا كده طبعا مش بنعمل طب اسنان حديث، احنا بنعمل الحاجه كانت زمان، يعني عصر يمكن وانا في الكليه من 30 سنه مثلا. انما اللي احنا فيه دلوقتي بما ان عندي الاوبشنز وعندي الامكانيات يبقى لازم استعملها. انا في رايي انه انت محتاج تبتدي بماجنيفيكيشن. يعني احنا اشترينا مايكروسكوب بقالنا سنتين ولسه حتى الان بندفع اقساطه، فالمساله مش ما هياش بالسهوله بتاعت اننا نجيب مايكروسكوب، اي حد يقدر يجيب مايكروسكوب في حياته. انما خليني اقول انه انت لما بتستعمل ماجنيفيكيشن، الفكره باختصار بتاعت الماجنيفيكيشن عباره عن يا اما بتلبس لوبس يا اما بتجيب مايكروسكوب. اللوبس دي فيها حاجتين، في ديستنس، الفوكال ديستنس، المسافه ما بين ما انت باصص لحد تحت لما تيجي تشتري يعني، وفي قد ايه هي بتكبر اللي هو عدد الاكسس. فانت لازم تبقى عارف انك لما كل ما بتقلل الفيلد اللي بتشوف فيه، يعني كل ما بتكبر الماجنيفيكيشن كل ما الفيلد بيقل كل ما الديستنس بتقل. ف انت محتاج تظبط الايكويشن بتاعتك. يعني انا مثلا في الجراحه بستعمل في الغالب 2 اكس 2 ونص، اوقات بستعمل 3 بس ما بحتاجهاش خالص، لكن في الجراحه العاديه بستعمل 2 اكس. اعتقد ان انت عشان تبتدي تشتغل اوبرتيف وتشتغل كراون ومحتاج 3 ونص على الاقل، بحيث انك تبقى شايف السنه اللي انت بتشتغل فيها از هول، از سنه كامله. لو ابتدينا نزيد عن ال 3 ونص اكس هتلاقي نفسك ابتديت تشوف مش السنه جزء منها، ابتديت تشوف اورفيس. صح يا دكتور عمار؟ لا، 3 ونص ممكن يخليك تشوف ادجسنتوس جنبها برضه. ما انا اقصد من بعد بقى من بعد ال 3 ونص انت تبدا تشوف السنه، يعني بالظبط السنه نفسها اللي انت بتشوفها. يعني 4 اكس ده بدايه الاندو، انما لو انت جبت 5 او 5 ونص ما اعتقدش انك هتشوف كويس، لانك هتحتاج كل حركه صغيره من راسك بتغير الفيلد اوف فيجن، وتبقاش عشان كده الميكروسكوب احسن انه بيبقى ثابت وتبتدي تزود في الاكسس وتشوف اكتر. حتى الميكروسكوب تقدر تبقى بتغير في الـ في الـ في الماجنيفيكيشن، يعني ممكن تستعمله على 2، ممكن تستعمله على 3، ممكن تستعمله على 6، ممكن تستعمله اب تو 12. في كونتينوس ماجنيفيكيشن. فاللي انا بقوله او يعني اللي ممكن نخرج بيه من القعده بتاعت النهارده انه مفيش شغل دنتستري دلوقتي في الفتره الحاليه من غير ماجنيفيكيشن، وبالتالي مفيش برضه لازم تبقى عارف ان مفيش ماجنيفيكيشن من غير اليومينيشن، من غير اضاءه، لازم عندك نور كويس. يعني ما تقوليش انا هشتري لوبس من غير لايت، ما عملتش حاجه لانك مش شايف. بالظبط. فلازم يبقى فيه اضاءه كويسه. فمفيش طب اسنان من غير ماجنيفيكيشن ومن غير اليومينيشن. انا احب بس اعقب على الكلمه دي، الجمله دي الاخيره دي جمله مهمه جدا. هو في دكتور الله يمسيه بالخير، دكتور احمد خيري، كان في كورس من الكورسات بتاعه وقال لك كلمه جميله جدا انا بعتبرها هي الكي اوف سكسس في طب السنان. مفيش ستاندرايزيشن، مفيش ستاندر في طب السنان. انت لو ما بتعرفش تحط رابر دام، ما عندكش الماجنيفيكيشن العاليه، ما عندكش الايزوليشن المحترم، انت مش هتشتغل طب اسنان حديث، مش هتعرف تحط كومبوزيت. انت قصدك ما بقاش في ستاندرايزيشن. يعني من غير الحاجات دي ما بقتش ستاندر. مفيش حاجه يعني انت من غير الحاجه دي مش هتعرف تعمل ايزوليشن. حط امالجم، انما ما تحطش كومبوزيت ولا حتى امالجم. الامالجم ليه شروط برضه، يعني بغض النظر ان احنا مش بنحط امالجم دلوقتي، بس يعني حتى ده ليه شروط. طبعا دكتور احمد خيري راجل جميل جدا في الانتيريور كومبوزيتس والاستاتكس، دكتور سنان جميل جدا. انا اشرف بمعرفته يعني، بس تحياتنا ليه بقى اذا وصلوا الفيديو يعني. واحنا سعداء باننا كنا معاكم النهارده. نشوفكم كده في فقره جديده في مره تانية ان شاء الله. شكرا.